بصي انا في تجربه تلفزيون داخله فيها دلوقتي تمام، بس ما ينفعش خالص تقارني التلفزيون بالراديو بصراحه، مع احترامي لكل مذيعين التلفزيون كلهم طبعا على راسي وكلهم ناس جميله وناس جامدين جدا وكل حاجه، بس لا الاذاعه ليها رونقها، الاذاعه ليها سحرها، المايك ده حاجه تانية، استوديو الاذاعه كده بحس كده ان هو بيتي يعني، عارفه ما اعرفش يعني في عشق بيني وبين استوديو الاذاعه بحبه، ما اعرفش بحب اكلم الناس، بحب الناس تتخيلني، بحب الناس تتخيل اللي انا بقوله، في عنصر التخيل مش يعني ما تقدريش تقارنيه باي حاجه تانية. الاذاعه ليها رونق مهما تعملي، الاذاعه هي التوب بالنسبه لي هي رقم واحد. بصي انا ما اخترتش بصراحه، انا ما كنتش ناويه خالص ادخل تلفزيون تماما، بس اللي حصل ان انا كنت بفكر في تجربه خالص خالص، وبستغرب الناس اللي تقول لك روحي التلفزيون انت ليه قاعده في الراديو دافنه نفسك. لا انا مش دافنه نفسي على فكره، انا شايفه ان النجوميه في الراديو اكتر من التلفزيون، وشايفه ان الاذاعه بصراحه شديده اصدق بكتير من التلفزيون دلوقتي، وابسط مع الناس، والناس بتعبر عن نفسها في الاذاعه على فكره، بيتصلوا بينا وبيقولوا كل اللي نفسهم فيه، والى حد كبير الحمد لله بنهون عليهم الطريق في الزحمه. فانا شايفه ان الاذاعه يعني عامله شغل بصراحة أكتر من التلفزيون، شايفة أن الناس زهقت من التوك شو كتير، زهقوا من السياسة. لا أنا حاسة أن الإذاعة يعني شايفة أن هي أصدق، وده بكلام الناس معانا يعني بمشاركة الناس معانا. تلفزيون حد يعني صديق ليا جدا كلمني، أحمد سنجاب رئيس تحرير LTC كلمني قال لي عايزين نعمل برنامج فني، وشايفين ان انت يعني يعني هتقدمي البرنامج ده بالشكل اللي احنا عايزينه، فعايزينك تجربي. فانا الاول يعني رفضت الحقيقه، فقال لي طب تعالي شوفي الدنيا عامله ازاي وكده. رحت ارتحت نفسيا جدا، وده بالنسبه لي ده اهم حاجه يعني، ارتحت نفسيا مع الناس، اداره LTC هناك ارتحت معاهم نفسيا جدا، حسيت ان القناه عايزه تعمل حاجه، عايزين يعملوا حاجات اكبر من كده كمان. هم يعني في هناك أستاذة رولا خرصة صاحبتي جدا صديقتي جدا بحبها قوي وبعزها وبحترمها، لأن أنا شايفها من الإعلاميات المحترمين جدا. في هناك كابتن خالد الغندور كمان بيقدم هناك رياضة، وبرضو صديقي صديق عزيز جدا عليا، فلقيت كل الناس اللي هناك أعرفهم وحباهم، وحسيت نفسي أن أنا مرتاحة. فقلت ما فيهاش حاجة لما أجرب تجربة، وده هيضيف لي مش هيقلل مني خالص. جربت، وأنا كمان بحب الفن جدا يعني، أنا برامجي في الإذاعة اجتماعية جدا، ولكن في التلفزيون قلت اجرب برنامج فني. انا برامجي في الاذاعه الاجتماعيه فيها جزء فني، فلطيف ان انا اقدم برنامج فني، ولسه بنطور فيه يعني، بقاليش دلوقتي 10 حلقات تقريبا ولسه بنطور فيه، وهندخل فيه كمان سكه يعني مختلفه اجتماعيات شويه، وان شاء الله هنعمل فيه حاجه حلوه يعني، متوقعه ان شاء الله انه هو هيبقى لطيف. حبيت الكاميرا شويه انا بحب المايك طبعا اكتر بكتير، بس يعني حسيتها شويه يعني، لقيت في شويه راحه بيني وبين الكاميرا، ما كنتش بحبها خالص، بس يعني الى حد كبير دلوقتي حسيت بيها يعني. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر، رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهوادي. www.washwasha.org